الاغنياء بيروح لها جرار لحد اللي عنده 100 فدان واللي 50 فدان واللي 200 فدان وروح له جرار الكيماوي. اما احنا ما حد سائل عن زغار الزراع نهائي. انا بنتج ما بنتجش لنفسي، انا بنتج للدوله، فالدوله تبص لي. مساء الخير، من ديكور جديد لبرنامج لازم نفهم. احييكم هذه الليله. سي بي سي عامله لنا ديكورات جديده وانا سعيد جدا ان احنا بنجدد في برنامج لازم نفهم. والديكور الجديد دي اول حلقه بيه ان شاء الله، واهم حاجه ان شاء الله انه يعجبكم. وانا كمان يعني اتساقا مع الديكور الجديد جبت بدله جديده عشان يبقى كل حاجه جديده النهارده، وان شاء الله باذن الله تبقى ايامنا كلها جميله وفيها تجديد وفيها كل التقدم وكل الخير. حلقتنا النهارده بالصدفه مع الديكور الجديد عن اهم فئه في الشعب المصري، الفئه التي حملت مصر فوق اكتافها على مدى قرون طويله. الفلاح المصري، المزارع المصري، كلنا فلاحين، وارض مصر الطيبه هي اللي انبتت هذا الشعب الجميل. والفلاح المصري لا يزال حتى الان رغم المشاكل والازمات اللي بيواجهها بيؤدي دوره في ارضه، بياكلنا من منتجاته. لكن للأسف الحكومة دائما تتجاهل هذه الفئة وهذه الطبقة اللي صنعت الخير لمصر على مدى السنين. زي ما حضراتكم عارفين وعملنا أكتر من حلقة قبل كده عن تناقص وتآكل الرقعة الزراعية في مصر، ومع ذلك لازال الملايين من الفلاحين بيعملوا بيزرعوا بيحصدوا، وفي الآخر النتيجة ومحاولة الوصول إلى الاكتفاء الغذائي الذاتي لمصر مش هتتم إلا بدعم الفلاح المصري. الآن نحن في موسم الحصاد أو على أبواب موسم الحصاد، وفي كل عام في هذا الوقت تظهر أزمة السماد لدى المواطن والفلاح المصري. الأراضي المصرية عندها أزمة سماد، وللأسف الحكومات المتعاقبة لم تتوقف أمام هذه الأزمة ولم تضع لها حلولا جذرية. الفلاح أو المزارع في الأرض بيشتكي كتير جدا من أنه السماد ما بيصلوش بالكميات اللي تحتاجها الأرض، وبيضطر يشتري من السوق السوداء مع أنه إنتاج المصانع المفروض ما ينزلش في السوق السوداء. المنتجين المصريين اللي عندهم مصانع أسمدة متطورة جدا وبتنتج وناس كلهم وطنيين بيشتكوا من عدم توفر الطاقة مثلا، من مشاكل وأزمات كتيرة في الإنتاج. الموزعين ايضا موزعين الكبار اللي بتجمعهم جمعية موزعي الاسمدة بيشتكوا، بيقولوا ان الحكومة مقصرة في هذا الجانب. الاطراف كلها بتلقي اللوم على الحكومة المصرية، لكن النتيجة النهائية في الاخر ان الفلاح اللي بيزرع وبيحصد بيلاقي مشكلة حقيقية في السماد. هذه الحلقة ويمكن حلقات ان شاء الله قادمة اخرى هنناقش مشاكل الفلاح المصري، ان بدونه لا توجد نهضة في مصر، ان مصر ابت او شاءت ستظل دولة زراعية. والازمة ازمة الاسمدة كل سنة متكررة زي ازمة انقطاع الكهرباء، بس هي اقدم شوية من ازمة الكهرباء. هي دي القضية اللي هنناقشها النهاردة، وهي دي قضية ملايين الفلاحين، وهي قضيتك وقضيتي. حتى لو احنا ما بنزرعش ارض، احنا بناكل من زرع هذه الارض. والارض الزراعية لو ما وفرتش لينا الامان واستقلال القرار الوطني باكتفاء زراعي ذاتي، هنضلنا طول عمرنا بنستورد غذائنا من الخارج. هنروح لفاصل ونكمل مع بعض.